بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله اليوم نحل من كتاب Principles of Engineering Economic Analysis الطبعة الخامسة، السؤال التاسع من الشابتر السادس. يقولك السؤال باختصار: في واحد قرر أن يفتح حساب، هذا حلو، في بنك معين يعطيه نسبة اللي هو فوائد 9%، بس انتبه النسبة هنا غير مضبوطة لأنها per year per month، لازم نعدلها، انتبه. المهم قال هذا الحساب انه بيعطيه نسبة هاي 9%، حلو. الرجال هذا شو بيسوي، او الحرمة او اللي هو اللي بيوفر هذا الفلوس، قال انه بيجمعها على مدى كم، على مدى 30 سنة، ممتاز. فقط يدخر، فقط يودع، قال انه بيودع شهريا 200 ريال او 200 دولار، يعني الشهر الاول 200، اللي بعده 200، اللي بعده 200، على مدار 30 سنة يودع 200 ريال، ممتاز. طيب قال لك اليوم اللي هو تقاعد فيه بعد 30 سنة، حلو، البنك زادوا النسبة هذه من 9 إلى 12، قال هذا من صالح يعني المتقاعدين المجدون لهم نسبة الفوائد، فزادوها من 9 إلى 12، وانتبه أيضا لازم تعدل النسبة هذه. المهم أن الرجال عقب ما تقاعد بعد 30 سنة قعد سنتين ما سحب، هو كان ايش 30 سنة يودع يدخل في الحساب 200 شهريا 200 200 200 200، بعد 30 سنة تقاعد، قاعد سنتين ما دفع ولا شيء ولا سحب ولا سوى اي شيء، ممتاز. قال هنا هذه شوف شلون، قالك انه you don't make any withdrawals، ما في اي سحب صار على الحساب خلال سنتين من تقاعدك after you retire، ممتاز. طيب قالك بعد هذه السنتين بديت الان تسحب من حسابك، جميل جدا. طيب الحساب هذا اللي بتسحبها على انواع عده اللي هو الفقرات هذه الاولى، او عفوا على الفقرتين الاخيرات اللي هذه وهذه، لا ما لها علاقه في الدروز، انا اسف، لكن هذا بيعطيك نوع السحب وش بيصير بالشكل ايش. اول سؤال قال لك what's the balance in the account immediately after last deposit، معناه انت باختصار يعني بعد 30 سنه كم صار في الحساب عندك، علمنا اللي هو تبغى تحسب الفيوتشر، لان اخر دفعيه معناته بتاخذ الفيوتشر، مجموع جميع الاموال في حسابك كم بعد 30 سنه، هذا هو السؤال الاول. السؤال الثاني قال لك what's the balance in the account 1 month prior to making the first withdrawal، طبعا prior to هي نفسها before، يعني قبل لا تسحب اول سحب عندك، حلو، علمنا كم صار في حسابك، وحنا قلنا السحب ايش شهري، فعشان كذا الله يعينك تبي تروح تحول كل شيء الى شهور. فهو قال لك الى اليوم اللي تبي تسحب فيه علمنا كم مجموع الفلوس اللي عندك صارت، ممتاز. طيب فقرة سي قال لك ابغى الان المنثلي اماونت، السحب الشهري المنثلي اماونت كان بي withdrawn if you want to the withdrawals to last for 15 years، يعني علمني كم السحب الشهري هذا على مدار 15 سنة كم، اللي هو الـ AW اللي هو Annual Worth، دفعية منتظمة. أما اللي بعدها مثل بالضبط، لكن قال ترى على Last Forever، يعني حتى ما لنهاية، كم بيطلع الـ AW، بنشوف كل فقرة كيف نحلها. أول سؤال طبعا هذا الجيفن اللي قلناه قبل شوي، نجي الآن للسوليوشن. أول شيء قلنا لازم نعدل الانترست ريت، أنا عندي اللي هو النومينال فوق هذا هو 9، وعندي واحدة 12 لازم أعدلهن، عدلتها 9 وعدلتها 12، كل واحد أعطاني النسبة الجديدة، لازم أخليها على شكل per month compounded monthly، اللي هو per month per month. يعني نجي الآن the balance after the last deposit اللي هو بعد 30 سنة، انا بتعامل بالشهور، فبالتالي بروح افك 30 الى كم 360، اللي هو ضربت 30 في 12 اعطاني 360 شهر. طيب خلاص تطبيق جدا مباشر، ما في اي شيء، انا ابغى قيمه الاف دبليو الفيوتشر بعد 30 سنه، انا عندي الانيوال ولا اللي هو 200، عندي هذا هو اليونيفورم مانثلي ديبوزيت 200، خلاص اضرب 200 في الفاكتور، هات تلقاه في الجداول وراء، هذا احسن شيء، بس انت بتدخل على الكومباوندد مو بديسكريت، في ديسكريت في عندك كومباوند، تدخل على الكومباوندد تروح تدور اللي هو جداول 0.75%،
تروح ل 360 الان 360 يعطيك الفاكتور هذا. اذا كم انا مقدار الاف دبليو بعد 30 سنه؟ يطلع لك 3,666,148.7 سعودي ريال. زين، هذا المبلغ اللي انت بتجمعه بعد 30 سنه. طيب جميل جدا. قال لك ابغى البالانس اكاونت 1 month prior to making the first withdrawal، اللي هو بعد سنتين. انت بتسحب، احنا قلنا ايش؟ قلنا 30 سنه جمعتها، سنتين ما سويت شيء، بعد سنتين بدك تسحب. اذا مجموع الدراهم كلها عباره عن 30 سنه زائد السنتين اللي ما سحبت فيها شيء. ولاحظ هنا وانتبه، وهذا تريك، الثلاثين الاولى كلها تمشي على ايش؟ على 9%، لانه قال قبل لا تتقاعد كان ايش؟ 9% الحساب يعطيك فوائد. لكن في اليوم اللي تقاعدت فيه صار كم؟ 12%، تغيرت النسبة 12%. فبالتالي الثلاثين سنة هذه احنا عارفين حسابها وقضينا منها، بقالي السنتين هذه كم؟ سنتين. فخلاص اول شيء بطلع السنتين هذه اللي عبارة عن future worth بعد 24 شهر، لان السنتين عبارة عن 24 شهر، على 1%. انا ابغى ايش؟ الفيوتشر. انا عندي البريزنت اللي هو القيمة هذه، ممتاز، هذه بعد 30 سنة. ابي هذه ادفها سنتين قدام، ابي ادفها القيمة سنتين قدام، مع العلم ان بعد 30 سنة ما عاد سويت اضافة للحساب نهائيا، خلاص وقفت بعد 30 سنة، وقفت اضافة. فبالتالي الاف دبليو هو عبارة عن القيمة هذه البريزنت، ممتاز، ابي ادفها 24 شهر اللي هو سنتين على نسبة 1%. أيضا تلقاها في الجداول، تروح تضرب في الفاكتور حقها، كم يعطيك؟ 4,655,019 ريال. ممتاز، هذا الآن بعد 32 سنة، قبل لا تسحب أول سحب من هذا الحساب. سؤالي بعده قال الآن أنا ببدأ أسحب، الآن أنا وش بسوي؟ أبدأ أسحب من حسابي. قال لكن أبى أسحب بشكل منتظم على مدار 15 سنة، أبسحب سحب منتظم على مدار 15 سنة. طيب جميل جدا. أول شيء بروح أفك 15 سنة إلى كم شهر؟ 180 شهر، معناته أبسحب بشكل منتظم على مدار 180 شهر. طيب جميل جدا، ما أنها قيمة منتظمة فإنها هي AW اللي هو Annual Worth، وأنا عندي اللي هو Present Worth اللي قبل اللي هو 4 ملايين. خلاص راح أدخل الجداول وطلع الفاكتور هذا اللي هو 1% على N 180 يعطيك الفاكتور. تروح تضرب الرقم في الفاكتور يعطيك القيمة هذه. القيمة هذه اللي عبارة عن 500 اللي هو 55,860 شهريا تسحبها على مدار 15 سنة، خلاص تكون سحبت كل اللي في حسابك، ممتاز. طيب لا، انت تبغى يجلس معك فوريفر، تسحب منه ما يقدر زي كذا يعني، مع ان ما في اسمه فوريفر، لكن فوريفر غالبا يطلق عليه اللي هو بعد ال 50 سنة زي كذا يعني، سنين كبيرة جدا يعني، 50 سنة، 45 الى 30 سنه، هذه تعتبر لاست فوريفر او فوريفر يعني بشكل عام، ويرمز لها بالانفينيتي. طبعا هذا قد خذيناها قبل في كابيتلايزد وورث او اي كابيتلايزد وورث وكابيتلايزد كوست كذلك، وايضا موجوده في تيبل 2.8 في حاله جاك اللي هو ما لا نهايه كيف تتعامل معه. خلاص انا ابغى ايش؟ ابغى الانيو، صح ولا لا؟ اللي الدفعيه منتظمه خلال ما لا نهايه، وعندي قيمه بريزنت. قال لك اذا كان عندك قيمة بريزنت وتبي الانيوال وورث في حالة الان هذه عندك ما لا نهاية، فانه بيعطيك القيمة هذه بي اي. تروح تضرب بريزنت وورث في القيمة اللي هو الانترست ريت حقتك اللي هو 1% عندي الان، خلاص تروح تضربها يعطيك القيمة الانيوال وورث الى ما لا نهاية، او بالاصح يعني الى مدى عمر بعيد. هذا هو الحل، وهذه افكاره انا اتوقع يمكن تجي في اختبار، لانه حلو جدا وعيبه عيبه في قرايته. فانا انصحك تقرا السؤال وتمخمخ عليه، انا اعطيتك فكرة السؤال، لكن اقرا شلون مصطلحات السؤال وكيف يصيغها لك. اتمنى ان شاء الله انه كان واضح وسهل وممتع. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.